أفاد مصدر عسكري في محافظة الأنبار العراقية بانطلاق عملية واسعة لتحرير إحدى المناطق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف المصدر أن العملية انطلقت من عدة محاور لتحرير منطقة العكاشات الواقعة غرب مدينة الرضبة غرب الأنبار، وشاركت بها قطاعات الجيش والشرطة. وفي محافظة صلاح الدين شمالي العراق، أحبطت القوات الأمنية هجوما انتحاريا استهدف مدرسة في قضاء الدور بمدينة تكريت، فيما فرضت السلطات حظرا للتجوال داخل المدينة حتى تتمكن من ملاحقة المتورطين في الهجوم.